شباب تشيكن لوجز، اليوم الفيديو له علاقة بالخبزات، لأنه كلنا متعودين في خبز أبيض، خبز أسمر، وبالكثير بالكثير خبز بني. بس اليوم بدي أعملكم خبز ملون أحمر أخضر وأزرق. بحياتكم شفتوا خبز ملون؟ يا رب تزبط. اليوم بدنا نشوفه. إذا عجبتكم القناة لا تنسوا تعملوا لايك شير سبسكرايب. يلا خلونا نبلش. هلا بدنا نروح على السوبر ماركت لجيب الاغراض اللي ما عندنا اياهم بالبيت لنعمل هيدا الخبز العجيب غريب. يلا مشوا. هلا بدنا نجيب سكر مطحون، بيض، نشا، والوان تتاكل. يلا مشوا. اوكي جماعة، هلا وصلنا على البيت. جبنا الاغراض بدنا اياهم، جبنا نشا، جبنا سكر، جبنا كل شيء بنحتاج، جبنا بيض، جبنا الوان. نحتاج نحن هلا 30 جرام سكر، 10 جرام نشا، 3 من بياض البيض، وهيك يلا مشي تعال. وكمان جبت الميزان الدقيق، دقيق 0 جرام، بيحسب لنا بالضبط على الجرامات لانه عنجد شي روعة. جهزنا الاغراض. هون عنا اللون الازرق، عنا اخضر احمر، بيض، نشا، سكر، وجاط جاط. هلا بدي اعزل بياض 3 بيضات. الله يستر، لانه ما شاء الله عليه يعني اول مره بحياتي بعملها. انا ناخذ البيض بيجات، خلونا نعمل هاد ولا هاد، خلونا نعمل بهاد. يا رب اكتبوا بالكومنت اذا قدر. ما شاء الله يس تمام عملتها. بدي احط صغار البيض هون ادوا على الكب. يلا انا هلا في ثقه بحالي. خلصنا. ايه بناخذ الصبيضة هيك. تمام تمام بس شوي. تمام صار وقت الخفاء. هلا بنضل عم نخفه ليك وليصير هيك لونه ابيض، بياض البيض ابيض. بعدين بنحط الاغراض الباقيين. هلا نحتاج 10 جرام نشا، هي النشا معلقه. هلا عم بيحمل على 0 جرام. بنبلش. نحتاج 10 جرام. 11 جرام كترت 10 ثانيه. ممتاز. هلا بنحط النشا وبنخلط هيك كثير 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 منيح. يلا ونبلش نخلط. يي بلشت معال. مثل ما شايفين بتخفقوا، لا بصير هيك شكله مثل الغيم. بتقولوا عن جد غيمة يعني. بتخفقوا بتخفقوا مع النشا 10 جرام لهيك تصير. هلا بدنا السكر 30 جرام. واو كيف هيك؟ تمام. هي صار 7. نحط قصة 22. يلا يلا هي ما بتطلع كثير. 29. قصة متوسة متوسة. 30. تمام. هلا بنحطهم هذول مع الغيمة تاعتنا ونبلش نخفق. اوكي هلا لتعرفوا اذا خلصت بتاخذوا شوكه بتعملوها هيك وتطلعوا هيك. اذا ما عم ينزل هيك وكأن شوربه وقتها يعني انتم خلصتوا هي المرحله، لانه لازم تصير هيك قاسيه وكأن هيك ما بتنزل يعني عن الشوكه. هلا بدي اقسمها على 3 اقسام او هيك، لان بدي اعمل 3 خبزات وكل وحده لها لون. يلا نبلش. هلا بدنا نجيب الالوان، بدنا نحط بكل وحده لون ويا رب تزبط. نفتح نتوسه نتوسه. هلا بنخلط. واو واو. هلا بدنا نجيب هيدي ومعلقة. هلا أصعب بارت بكل شيء، بدنا نشيلها هيك، بدنا نشيل هاي وننزل هلا. تمام. هلا تاني لون هو اللون الأحمر، نحط نطوسة هيك ونبلش نخفق. لو مشتهي تصير حمراء اسا اكثر شوي، فخلو طلع بس السنه التوسه. صارت احلى بكثير.
هلا بدنا نعمل نفس الشيء، جبنا معلقة بدنا نفضيها هون. هلا بدنا نلون هاي باللون الأخضر. يلا معلقتنا منصب. اوكي يا جماعة، بس يمكن عم تسألوا ليش في ورقة تحتها، هي ورقة زبدة مشان ما تلزق عليها بس تطلع من الفرن. هلا لازم نحطها بالفرن، بس ما انا بدي احطها بالفرن، بابا بدي احطها لانه الفرن خطير. بحالكم ما تشتغلوا بالفرن لحالكم، تأكدوا تكونوا مع حدا كبير. ويلا بابا اللي بده يحط لها بالفرن. هلا بابا حطه بالفرن ويلا. هلا بنحطه على 180 حرارة سلسيوس و 25 دقيقة، بتصير هيك كلاودي مع الوان. انا كثير متحمس، بنشوفكم بعد 25 دقيقة. هلا صار 25 دقيقة، خلينا نشوف كيف الوضع. قطع الزيرو هيدي. هلا بابا بده يطلع لي اياها ويحطها. هلا بدنا نشوفها، خلينا نشيل هاي. واو واو، خلينا ندوقها. يا روعة روعة بطريقة فظيعة، لك هيك بتقرطها. هي حلو معنا خبز بس، وليكو شكلها من جوا عن جد غيم. دور هاي تفرجوا، خلينا ندوقها. هي نفس الطعمة بس يعني الزرع أطيب. على دور هاي، هي شكلها ما فيها لون ما، بس هذا اللي بدنا اياه تفكروا، لأنه من جوا شكلها هيك تركيز. شي روعة. هلا بدي احط نوتيلا معهم. ليك 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 ليك، عن جد غيمة. اوكي يا جماعة، قولوا لي انتوا اي لون، اكتبوا بالكومنتس انتوا اي لون حبيتوا اكتر، هيدا الاخضر ولا الاحمر. يعني في ثلاث الوان، انا في لون ببالي بس ما رح يكون اياه، حذروا. كمان انه انا هلا هيدي حلوة، ما انا انه خبز لتاكل معه لبنة او جبنة، بس شكله حلو، بس كان لازم نظبط شكله من برا شوي. يعني انا ما كثير باكل سكر، بس هيدا ما فيه اصلا كثير سكر، كله 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 فيه 30 جرام، انا ما راح اكله كله. اذا شجعتونا انكم تعملوا لايك شير سبسكرايب، وصلوا الفيديو لل 50,000 لايك بتحداكم مشان نعمل فيديو حلو مثل هذا. على حالكم، انا اللون اللي بحبه بالفيديو الجاي راح يكون يا باي.